اوف يا ربي، شنو هاي يا شباب بنات؟ صار لي ساعة كاملة انتظر ابني غادر البيت. اليوم راح اخذ السفرة يا شباب ويا بنات، لان اني وعدت ابني، قلت له ان شاء الله يوم الجمعة راح اخذك سفرة على الشاطئ. اوكي، بس ابني تأخر كلش، خلي اتصل عليه. هو طبعا موجود بالبيت بغرفته، خلي اشوفه جهز، خلي اجيب الايفون مالتي. ها اوكي، هاي شنو؟ هاي شنو؟ ابني ما يستخدم تطبيق الواتساب. مستحيل. شوفوا شباب بنات، اني عندي تطبيق الواتساب محمله، بس ابني هذا حميد ابني لا يكون ما يستخدم تطبيق الواتساب، لان اني حذرت ابني قلت له ممنوع تستخدم الفيسبوك هذا الفاشل. اوكي خلي اروح لابني. اوكي يلا يا شباب ويا بنات، طبعا اني غضبت على ابني ليش ما يستخدم الواتساب. ابني حميد اطلع من الباب بسرعه، اطلع من غرفتك. بابا اصبر لي شوي، اصبر جاي اشتغل، جاي احمل بالتطبيق الجديد. ها يا تطبيق هذا، افتح لي الباب يا ورع، افتح الباب. بابا لحظة يلا ادخل. والله شكل ابني جاي يخوني ويستخدم الفيسبوك يا شباب ويا بنات. خلي اشوفه. ابني شنو، وين تليفونك؟ ها بابا انا بدلت الملابس مالتي، ايش رايك بملابسي مال الشاطئ؟ اوه والله ملابسك حلوه، بس ابني انا عندي سؤال اتمنى تجاوبني عليه بصراحه. ها بابا قول شنو؟ انا اجيت اريد اتصل عليك لان انت تاخرت، واكتشفت انه انت ما عندك التطبيق مال الواتساب، ليش ما تستخدمه؟ اوه بابا مليون مره قلت لك انه انا ما احب الواتساب، احب الفيسبوك. ها شنو؟ وتقول تحب الفيسبوك قدامي؟ هاي احترم نفسك. هاي بابا ليش تضربني؟ شو مسوي لك؟ اوه وين تليفونك؟ جاوبني. موجود بالصندوق. اوه هذا؟ يا خائن يا ورع، تستخدم الفيسبوك ومحمل التطبيق هذا مال الفيسبوك الازرق. اني زعلان من عندك والله العظيم. بابا اني ما احب الواتساب، لان الواتساب تطبيق مال فاشلين، الفيسبوك احسن بمليون مرة. اسمعني ابني، اني من هاي اللحظة قررت اروح واسوي لي بيت لوحدي بيه، وانت راح تبقى بهذا البيت، افتهمتني؟ يلا انقلع من يمي. بس بابا والله حرام عليك، شو مسوي اني؟ لا مشكلتك، هذا التليفون مالك الفاشل اخذه. تف تف، تليفون فاشل هذا. هي بابا لا احترم نفسك. انت احترم نفسك، يلا انقلع. يلا انا راح اروح اسوي لي بيت خرافي. بس بابا هذا البيت وين راح توديه؟ تعال تعال بغرفتي وشوف شنو عندي. اوه لا، غرفة الواتساب الخضراء. ايه هاي غرفة الواتساب. انا اليوم راح اسوي لي بيت خرافي على شكل الواتساب، وانت ما عندك بيت على شكل الفيسبوك يا ورع. والله سوي لي واحد هماني. راح انقلع، راح يلا خلي اخذ الاغراض يا شباب ويا بنات، وراح اسوي لي البيت الخرافي اللي اريده. والله العظيم كلكم راح تنصدمون. هاي شنو البلوكات الزرقاء؟ هاي بابا اسمعني، يعني اذا تسوي تطبيق او بيت على شكل الواتساب، اني هم اسوي لي بيت على شكل الفيسبوك. اوكي سوي لك بيت على شكل الفيسبوك، اني ما اهتم. يلا انقلع. هاي انقلع. شباب بنات هذا والله ورطه. ايه حبست. هي طلعني. والله العظيم ما طلعك يا غبي. يلا مع السلامه يا شباب ويا بنات. اوكي خلي اروح اسوي لي تطبيق على شكل الواتساب الخرافي. ها هاي شنو؟ ايش جابك هنا؟ انا جيت وراك. اوه لا ارجع، تعال 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 وراي، تعال تعال يا شباب بنات، خليني احبسه مره ثانيه. اوه تعال، تريد تشوف الفيسبوك؟ اي اريد الفيسبوك. تعال تعال وراي، تعال شباب بنات، خليني اخدع ابني. تعال 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 شوف هذا التطبيق الخرافي اللي موجود. اوه هاي شنو؟ هاي بلوكه زرقاء مال فيسبوك. واو انا اريده. اوكي يلا انقلع انقلع. اي طلعني. هروب شباب بنات، يلا يلا شباب بنات، خلي اروح اسوي البيت اللي اريده، بيت مال واتساب، وابني راح يبقى هنا وما عندي بيت مال فيسبوك. يلا خلي اسوي بيت الواتساب احسن لي. اوه هذا شنو الصوت؟ منو اللي كان يصرخ يا شباب ويا بنات؟ هي ساعدوني. هذا منو يصرخ؟ والله ورطة، هاي يجي صوت من هذا البيت. هاي عمو جويسم ساعدني. اوه هذا حميد. اوه خلي اروح اساعده شباب بنات، اشوف شنو مشكلته. بس ابوه موجود بالبيت يمكن، والله ما اعرف شباب بنات، شكل ابوه مغادر البيت.
خلي انزل خلي انزل. طبعا انا لو تشوفون البيت مالي كله لونه ازرق وابيض، ليش؟ لان انا احب الفيسبوك. ها اوكي يلا يا شباب ويا بنات، خلي اروح لصديقي هذا حميد اشوف شنو عنده. اوه الباب مفتوح، شكلهم حراميه دخلوا للبيت يمكن. حميد حميد، اوه منو جويسم ساعدني انا بغرفتي. هاي غرفتك مو؟ والله ورطة. حميد وين حميد؟ عجيب. لا لا تعال الباب الثاني. وينه؟ اوه هذا اوكي. لا لا مو هنا. وينه وينه يا شباب ويا بنات؟ وينه وين حميد؟ حميد اي انا هنا طلعني. وينك؟ اوه حميد اهلا وسهلا، ايش عندك هنا؟ انا بابا حبسني بهذا المكان، والله اني زعلان من عنده. اوه شكلك شكلكم رجعتوا تعاركتوا مره ثانيه على الواتساب والفيسبوك مو؟ اي بابا يتحداني اسوي لي بيت من فيسبوك. والله هذا التحدي قوي، يعني ابوك شنو راح يسوي من تحدي؟ قل لي شنو التحدي ماله. بابا قال راح يسوي بيت على شكل الواتساب ويتحداني اسوي بيت على شكل الفيسبوك. ها؟ لا 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 مستحيل، انا طبعا احب الفيسبوك ومستحيل اخلي اي شخص يهزمنا بهذا التحدي. تعال تعال وياي راح اساعدك انا، تعال. اوه شكرا لك. ايه هلا والله تستاهل. تعال حميد مالك علاقة، عوف ابوك عوفه، انا راح اسوي لك شغلة خرافية راح اساعدك بيها. تعال 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 شوف تعال. خليني ادخل، خليني ادخل يا شباب ويا بنات. اوكي هاي خلي هنا، تعال تفضل ادخل. والله بيتك كلش حلو لونه ازرق مثل الفيسبوك. اي شوف اشكرك طبعا. اسمعني ابوك يعني يريد يسوي له بيت على شكل تطبيق الواتساب، واحنا نكره الواتساب صح لو غلط؟ اي كلامك صحيح 100%. اوه يعني هسه انت اريدك تتحدى ابوك وتسوي لك بيت على شكل الفيسبوك، ولازم يكون البيت خرافي. اوكي بس انا ما عندي موارد، من وين اجيب؟ اوه اجيت بالمكان الصحيح والمناسب، انا عندي مخبأ سري مخبئ بيه كثير موارد تكفيك تصنع لك بيت على شكل الفيسبوك، افتهمتني؟ اوه خلي اشوف وين. اوه تعال تتدلل، شوف هذا المخبأ مالتي السري، ابقى هنا لا تجي. شوف شوف شباب بنات هاي الموارد كلها اللي عندي. واو اريد اغذن حتى افوز على بابا بالتحدي. اكيد راح اعطيك هاي الموارد، بس اكو شغله لازم تسويها الي بالمقابل، لان اني ما احب اساعد الناس بدون فلوس او مقابل، افتهمتني؟ اوه عم جويسم شنو تريد بالمقابل؟ اوه اللي اريده من عندك انه تروح وتقتل. ها اقتل منو؟ لا لا اني ما اقتل اي شخص، اني مو مجرم. طيب اذا انت ما راح تسوي لي جريمة القتل هاي فاني ما راح اساعدك، يلا اطلع برا اطلع. ها لا لا ارجوك اي مهمة ثانية، والله العظيم اسوي اي وحدة ثانية. ها تسوي اي وحدة ثانية؟ طيب من وين اجيب لك مهمة سهلة؟ من وين اجيب لك؟ اوه مهمة اللايك والاشتراك. اوه صحيح 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 صحيح، مهمة اللايك والاشتراك. شوف اذا تريدني اساعدك واعطيك هاي البلوكات، هسه لازم انت وكل المتابعين وكل المشاهدين يا شباب ويا بنات انه تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات وتكتبون بالتعليقات تم حتى اساعد عمو حميد واعطي هاي الاشياء. يلا شباب بنات الله عليكم لايك واشتراك، يلا 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 سوا هاي الشغلات وكتبوا بالتعليقات تم حتى نهزم بابا بالتحدي. يلا وينكم يا جيش الفيسبوك؟ يلا يا جيش الفيسبوك، كل شخص يستخدم الفيسبوك لازم يضغط لايك واشترك بالقناة. يلا خليه اجيب لك الاغراض واعطيهن لك، يلا تستاهل يا عمو حميد. يلا انا نازل وراك. يلا يلا تعال شوف هاي الاغراض الخرافية. واو يلا خلي ياخذهن، يلا خلي اجيبهن لك حتى تفوز على ابوك. يلا يا شباب ويا بنات جاهزين؟ أنا طبعا خليت الموارد بالصندوق وجهزت وضعي، لأن اليوم راح نسوي البيت الخرافي على شكل الواتساب. أوكي يلا خلي نجيب الموارد يا شباب ويا بنات. ايه يلا خلينا نروح نكمل البيت الخرافي، والله العظيم كلكم راح تنصدمون. اوه هاي البلوكات الفاشلة، بلوكات مال فيسبوك فاشلة. ايه يلا يا شباب ويا بنات مو مشكلة. وصلنا للمكان اللي راح نسوي فيه التصميم الخرافي. يلا يلا مو مشكلة، احنا وصلنا للمكان الخرافي. اوكي خلينا نسوي التصميم مال الواتساب، والله العظيم كلكم راح تنصدمون من هذا الشكل او التصميم الخرافي. اول شغلة لازم نسوي، شوفوا شباب بنات، واحدة
2 3 4 5 اوكي هنا انا لازم يكون لا الباب راح يكون من هذا يعني راح تشوفون شغلات خرافيه اوكي هسه شو نسوي وحده هنا وحده هنا يا شباب ويا بنات لازم نسوي اول مره شعار الدائره أوه. غلط 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 يا شباب ويا بنات غلط 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 وحده 2 اوكي بهذا الشكل ايه هسه تمام هنا بنرتفع بعد وحده وحده منا وحده منا وحده هنا انا هاي لازم نكسرها يا شباب ويا بنات اوكي هسه ايش راح نسوي نرتفع واحده 2 3 3 هسه هاي وحده 2 والله العظيم راح تنصدمون 3 اوكي هسه تمام نرتفع بعد وحده 2 3 نسوي الدائره ايه هاي غلط 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 ايه نرتفع بعد 4 اوكي يا شباب ويا بنات اوكي وحده 2 3 اوكي واحد 2 والله العظيم انا كلش كلش متحمس يا شباب ويا بنات اوكي هسه اكو خطا عند والله التصميم راح يكون احلى تصميم واتساب بالتاريخ اي هسه نكسر هاي البلوكه اللي غلطت بيها شباب بنات اي كم وحده ارتفعنا وحده وحده 2 3 اوه والله لازم نحسبهم صحيح اوكي 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 يلا 1 2 3 4 خمسة خمسة بلوكات والخامسة نلوف اوكي يا شباب ويا بنات اوكي اوكي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نابا نجي اوه لا غلط 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 اوكي شباب بنات والله اني كلش كلش متحمس اوه كملناها وي اوه طحت طحت اوكي 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 صار الشكل تقريبا هاي هنا أنا لا اوه غلطنا غلطنا يا شباب ويا بنات لحظة 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 اوكي 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 شباب بنات اوكي وحده 2 3 او ماي جاد شنو هذا حظي يا شباب ويا بنات والله العظيم مرطه هاي اوكي اوكي تمام تمام هسه ايش راح نكسر نكسر هذني البلوكات الفاشلات اقصد الغلط اوكي اوكي هسه اوكي والله طحت راح اموت بجد الطيحات اللي طحتهن اوكي هسه لازم نخلي هذا كله لونه اوه لازم هذا يكون لونه ابيض اوكي نخلي لونه ابيض مو مشكله شباب بنات تشوفون اوكي اوكي شباب لا راح نخلي اللون الرمادي اللون الرمادي يا شباب ويا بنات اوكي نخلي اللون الرمادي احلى واجمل وافضل بمليون مره يا شباب ويا بنات ايه اللون الرمادي هذا الخرافي اوكي اوكي شباب بنات اوكي تمام تمام يلا مو مشكلة والله أنا كلش متحمس يا شباب ويا بنات كلش متحمسين احنا اوكي كملنا التصميم هذا الخرافي اللي ماكو احلى من عنده بهذا التاريخ كله يا شباب ويا بنات اوكي تمام هاي كملناها اوكي اوكي وهاي ايضا بهذا الشكل يا شباب ويا بنات هسه التصميم هذا ان شاء الله راح ينجح وتشوفون الابداع يا شباب ويا بنات اوكي إيه هاي نكسرها او ماي جاد اوكي هاي نكسرها هاي نكسرها هسه تمام تشوفون شلون راح يصير هسه انا اقول لكم شلون راح يصير هذا اول مره لازم نخليه كل لونه اخضر هسه راح تعرفون ليش اوكي اوكي هسه راح تعرفون ليش تعاركوا الشرطه والجيش يا شباب ويا بنات اوكي اوكي الحمد لله والشكر خلصنا التصميم الخرافي وراح اهزم ابني هذا اللي يحب الفيسبوك الفاشل طبعا انا ما اعرف اكو صدق ناس يحبون الفيسبوك او لا فيا شباب ويا بنات اريدكم يا اللي تحبون الواتساب وتستخدمونه انه تثبتون لكل الناس انه الواتساب تطبيق خرافي وضغطوا اللايك وتشتركون في القناه يا شباب ويا بنات اوكي اوكي طبعا اكو ايضا كثير ناس يستخدمون الواتساب والفيسبوك فاللي يستخدم الاثنيناتين يضغط لايك شباب بنات اوكي هسه لازم هاي نكسرها مجبوره اني او ماي جاد هسه هذا بعدين نعدله اوكي شباب بنات هنا انا لازم نسوي الشعار مال الواتساب الخرافي الشعار طبعا شلون يصير هسه اني اقول لكم نجر لنا واحده من هنا شباب بنات واحده 2 3 تشوفون شباب بنات واحده 2 3 والله انا كلش كلش متحمس حتى تشوفون التصميم الخرافي هذا اوكي هاي لازم اخلي هيك بيها ميلان اوكي اوكي شباب بنات شوفوا واحده 2 3 4 اوكي اوكي بهذا الشكل هاي لازم نسكرها شباب بنات لان هاي بيها اوكي اوكي لازم نصعد وحده وي اوكي هاي بيها غلط اوكي هسه تعرفون شنو الغلط يا شباب ويا بنات اوكي هسه راح تعرفون شنو الغلط اللي سويته اني الغلط بكل بساطه
اوكي نخلي اللون الابيض اول مره ونشوف شلون راح يصير. اوكي اوكي شباب بنات. لا والله صحيح 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 صحيح. نكسر هسه هاي وهاي وننزل لازم وحده. اوكي اوكي نزلنا وحده بلوكه وحده ونكسر هاي الاخيره. اوه ماي جاد والله العظيم جماعه الفيسبوك راح يزعلون من هذا التصميم الخرافي. اوكي هسه كثير ناس يقولون هذا مو شنو هاي شنو التصميم منتحر. اوكي هاي خليها لون اخضر هسه صار متساوي تمام. هسه خلي نكسر ذني يا شباب ويا بنات. اوكي 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 هسه تقولون هذا مو بيت. ايه انا اعرف هذا مو بيت. هسه راح تشوفون شلون راح اسوي بيت شباب بنات. شوفوا 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 شباب بنات. اوكي باعوا لي باعوا لي باعوا لي يا شباب ويا بنات. اوكي ذاكن بعدين اكسرهن تمام. اوكي اوكي طبعا بعدين اكمله واخليه بهذا الشكل. فهسه انا ايش راح اسوي؟ نجيب الباب. وين الدور؟ الدور هذا الباب الخرافي. نجر لنا واحدة من هنا تمام. نخلي الباب بهذا المكان. اوكي هنا أنا. اوكي شباب بنات تشوفون. اوكي اوكي بهذا الشكل راح نكمله بعدين ونعليه ويصير خرافي. فاوكي شباب بنات طبعا تشوفون مواردي صارت قليلة، احتاج اجيب لي بعد بلوكات ثانية. فخلي اروح اجيب بلوكات وارجع. اوه شنو؟ اوه هاي عندي بعد بلوكات. اوكي خلي نجيب لنا بعد بلوكات احسن لي. اوكي راح اجيب بلوكات ايميرالد. اي فكرة خرافية لان لونه اخضر نفس هذا اللون. اوكي يلا خلي نجيب ايميرالد ونرجع لكم. طبعا يا شباب ويا بنات انا اليوم راح اسوي التصميم اللي احبه. وي تصميم الفيسبوك. اوكي خلي انزل. او طبعا هذا صديقي غادر. اي والله ما اعرف وين راح. اوكي اوه هاي شنو؟ اوكي يا شباب ويا بنات. اوكي 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 خلينا ناخذ هاي كلها ونروح نسوي التصميم اللي انا احبه اللي هو تصميم الفيسبوك. اوكي وين اسوي؟ خلي اسوي هنا أنا. ايه هنا أنا. اوكي اوكي يا شباب ويا بنات. اوكي بهذا الشكل الخرافي. والله صوتي تغير يا شباب ويا. ايه هاي شنو؟ هاي شنو؟ هاي شنو؟ تغير صوتي ليش؟ والله العظيم ما اعرف. شكله بسبب تصميم الفيسبوك الفاشل. لازم اكمله بسرعه يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي لازم 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 بسرعه اكمل التصميم مالي. اوه ماي جاد يا ربي شلون ورطه هاي. اوه رجع صوتي واخيرا. ها اوكي اوكي يلا يلا رجع صوتي رجع صوتي. شكله انه اوكا. اوه شنو رجع صوتي مره ثانيه. اوه شكله اوكا خلص التصميم. طبعا بابا خلص التصميم ماله مال الواتساب. فاني لازم اخلص تصميمي بسرعه يا شباب ويا بنات مال الفيسبوك الخرافي هذا. ايه يلا 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 والله ورطه. هاي صار صوتي مال جويسي ما ادري شو اسمه كله بسبب بابا. ايه خسرت اني بالتحدي شكلي. لا والله ورطه هاي ما اريد الفيسبوك يخسر. والله اني احب الفيسبوك. يلا يلا مو مشكله شباب بنات. الحمد لله والشكر خلصنا التصميم مال الفيسبوك. يلا يلا هسه نسوي هاي هنا وهاي هنا وهاي هنا يا شباب ويا بنات. واخيرا رجع صوتي. يلا يا شباب ويا بنات خلي نكمل التصميم. اوه هاي شنو لازم نكسرها؟ اوه لا رجع صوتي مره ثانيه مال جويسم. لا يا ربي شلون ورطه شلون ورطه. يا بابو ليش تسوي التحدي معايا؟ اوكي اوكي شباب بنات نسوي لنا شعار الفيسبوك يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي والله ورطه هاي شباب بنات. شعار الفيسبوك لازم يكون هو احسن شعار بالتاريخ كله يا شباب ويا بنات. اوكي هاي لازم نكسرها. اوكي 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 هاي لازم نكسرها يا شباب ويا بنات. هذا لازم ايضا اكسره لان هذا ما جاي يخلي التصميم مالتي يبين واضح. اوكي خلينا نكسر هذا يا شباب ويا بنات. اوه والله التصميم راح يصير خرافي. اي رجع صوتي. واو يا رب بعد ما شنو هاي يا ربي رجع صوتي مال جويسم. شكله بابا متقدم علي بالتصميم. يلا 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 خلي استعجل اني يا شباب ويا بنات. اوكي 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 نخلي هنا اللون الابيض هذا. اوكي 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 او ماي جاد راح نكمل التصميم مال الفيسبوك. اوه بقى الباب. الباب راح اخليه هنا يا شباب ويا بنات. اوكي نجيب هذا الباب الخرافي اللي ماكو احسن من عنده. اوه ماي جاد لازم يخلي لنا بابين. واحد اثنين واحد اثنين. اوكي مو مشكله خلي لنا بابين تستاهلون يا شباب ويا بنات. عندنا الاكس هاي شنو؟ اوكي تمام خلينا ناخذ. اوه هاي شنو البقات الفاشله الموجوده؟ يلا مو مشكله نخلي هنا الباب الاول الباب الثاني.
اوه والله صار حلو كلش. اوه هاي شنو؟ رجع صوتي. ها اوكي اوكي يا رب يكمل التصميم هذا. يلا يلا يا شباب ويا بنات. واو اوكي اوكي هاي خليها هنا. واو شنو؟ لا يا ربي صوتي يتغير مره ثالثه ورابعه. فاوكي شباب انا خلصت التصميم، هسه اللي اريده من عندكم تختارون منو التصميم الاحلى، تصميم بيت الفيسبوك الخرافي او تصميم بيت الواتساب. فاوكي شباب بنات وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك وبس، مع السلامه، باي باي.